عزيزي المشاهد، خذ لحظة من وقتك واضغط على زر سبسكرايب ثم زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام مع هذا الفيديو الجديد، بحيث نتعرف من خلاله على ظهور قناة الرياضية HD Live على قمر نايلسات 7.2 غرب وأيضا بدر 4. بالنسبة لقمر النيلسات فتردد القناة هو 11514 27500 فيرتيكال. القناة ظهرت في نفس التردد الذي توجد عليه القناة الأولى HD. أما بالنسبة لقمر بدر فالتردد طبيعة الحال هو 12683، وهو التردد الذي طبيعة الحال ظهرت عليه الباقة المغربية عبر قمر بدر. يعني هذه الترددات طبيعة الحال هي معهودة ومعروفة، فكل ما عليك فعله هو إعادة البحث في نفس الترددات المتاحة في جهاز الاستقبال بشكل يدوي، ولتتحصل على قناة الرياضية HD Live. أتمنى من صادق القلب أن يكون هذا الفيديو مفيد بالنسبة لك، لا تنسى بمشاركته مع أصدقائك، ولا تنسى طبيعة الحال لايك له وأيضا تعليق إذا كان لديك أي تساؤل، وأيضا سبسكرايب إذا كانت هذه أول زيارة لك لتشجيعنا على تقديم الأفضل. إلى اللقاء.